بسم الله مجرى مرساها عاد تم العمليه ديال الافراغ ديال القافله ديالنا هنا بمستودع ديال ولاد برحيل. فعلا الناس متحمسين بزاف وفرحانين بزاف، زينا عندهم خصوصا كيشكروا الناس ديال طنجه بزاف. تحيه للسي سي مصطفى السائق ديال الشاحنه اللي عاوننا كثير. اذا فعلا مؤسسه طنجه الكبرى العامه الشبع الرياضيه والاعضاء ديالها قاموا بمجهودات جباره لاجل نجاح القافله الثانيه بعد القافله الاولى اللي كانت الاسبوع الماضي. واليوم ان شاء الله احنا فرحانين بزاف، وصلنا في حفظ الله ورعايته مره اخرى. اذا عاد تم الفتح ديال الشاحنه، عمليه ديال فتح الشاحنه. السي مصطفى، السي مصطفى اجي افتح لهم كاميون، اجي افتح. اذا بحال اللي قلت لكم معنا السي مصطفى ايضا من العمال ديالنا من الخارج، لواء من المنطقه ايضا، ابى الا ان يكون معنا هنا من اجل تقديم يد العون والمساعده لمتضرري الزلزال اللي ضرب الوطن ديالنا منذ 15 يوما. وكنشكرهم على المجهودات الجباره ديالهم. السي مصطفى تبارك الله عليك. الله يبارك فيك اسي حمزه. الله يحفظك. اذا الان بحال اللي قلت لكم جينا من طنجه بهذه المناسبه، كنشكروا السيد والي صاحب جلاله على جهه طنجه تطوان الحسيمه، وايضا السيد رئيس مجلس جهه طنجه تطوان الحسيمه السي عمر مورو، وايضا كل اعضاء وعضوات مؤسسه طنجه الكبرى للعمل التربوي الاجتماعي والرياضي، وايضا افراد الجاليه المغربيه المقيمه بكل من فرنسا واسبانيا اللي فعلا ابوا الى ان يكونوا حاضرين معنا، وايضا قاموا بجمع العديد من المساعدات المهمه المهمه جدا لسد احتياجات ديال الساكنه ديال المناطق المتضرره. اذا نخليكم مع الكلمه ديال السي حسن السعدي. بارك الله فيك، شكرا لكم جزيلا على هذه الالتفاته وعلى هذه القيم ديال التضامن والتعاون اللي معروفين بهم المغاربه سواء داخل الوطن او خارجه. الحمد لله ان الناس ديال تارو دانت شاكرين لجميع المبادرات من هذا النوع. شكرا جزيلا. شكرا سي ربيع. سي حمزه تبارك الله عليك، وكنشكر الجمعيه ديالكم لافيديراسيون اللي وقفت معنا ووصلت هذا لو دون للجمعيات والاخوان ديال الساكنه ديال تارو دانت. والان السيده السلام عليكم، شكرا بزاف، شكرا للمساعده ديال لا فونداسيون بور نوز ايدي ا شيميني لي دون. Les dons ont été nombreux, mais on avait besoin de votre capacité, vos compétences Marhaba. Pour nous aider à venir jusqu'ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. اذا بحال اللي قلت لكم الان غادي تتم العمليه ديال الافراغ ديال الشاحنات. بهذه المناسبه كنشكر كل قارب وبعيد ساهم ولا زال يساهم من اجل مساعده متضرري الزلزال الذي اصاب وطننا، ونؤكد اننا سنمضي بقوه الى الامام، سنذهب بقوه بعزيمه ابناء وبنات هذا الوطن لسواعدنا، سنمضي للمستقبل ولاستشرافه. الى ذلك الحين اقول لكم عاش المغرب ملكا وشعبا، عاش تلاحم المغرب من طنجة إلى القويرة، عاش تضامن المغاربة من طنجة إلى القويرة. وباسم مؤسسة طنجة الكبرى للعمل التربوي والاجتماعي والرياضي أقول لكم في فرصة قادمة إن شاء الله سنبقى شعب التحدي وسنمضي بالتحدي نحو الأمام. هب فتاك لب لداك في مني وفي دمي وكثر الوضع إخوتي.